سلطان روحي وقلبي، أنت نور عيني وحياتي. كل يوم أحترق من شوقي لرؤية عينيك. نار الحب والهوى تحرقني، حتى الجبال كانت تتصدع لو عانت ما أعانيه الآن. كل ليلة أحلم بك وأدعو الله أن تعود إلي سالما. ابنك محمد مشتاق إليك كثيرا، ويخبرك أنه أصبح لديه 5 أسنان جدد. أما ابنك الثاني فهو يعذبني كثيرا. وإذا سألت عن جاريتك هيام التي تحبك كثيرا، فهي لا تستطيع العيش من دونك أبدا. ما أقسى حياتي بدونك. أنا أتخيلك تطل من خلف شجرة في الحديقة، ومن ثم أخجل من نفسي، أتمسك بنقطة أمل صغيرة وأجوب البحار بحثاً عن جزيرتك. لا أريد العودة، أريد أن أكمل حياتي بها دون قواعد أو ممنوعات. هذه الجزيرة التي يعشق فيها الحسون الوردة، والوردة تعشق الحسون. أنت روحي وقلبي ونور عيوني وأملي الوحيد في هذه الحياة. أنت كل شيء أملكه على سطح هذه الأرض. أنا عاجزة عن الوصف وقلمي يرتجف بين يدي. لو كان البحر حبرا والأشجار أقلاما، كانت كتبت عن ألم الفراق وتضرعت لله ليجمع هذه الجارية العاشقة مع سلطانها وحب حياتها. آه يا سلطان، اشتقت إليك كثيرا. شفت دموعك يا إبراهيم، لا تحاول تخبيهم. أنا بهالزمانات بكيت مشان مرة ونزلوا دموعي على الأرض، وقطعوا بلاد ومدن ووصلوا للنهر ومشوا معه، وشفتهم بالأخير واصلين على الهند. أوعك تبكي مشان ما تغرقنا وتغرق الجزيرة. بكفي إنك ضحكت. أنا بوعدك إذا بكيت بعمل حنفية مشان يشربوا منا العشاء يلي بيجوا لهون. جيبها شوي لهون. بعد إذنك أستاذ، جلالة السلطانة بعتتني مشان أخذ الأمير مصطفى لعندها فورا. مو مشكلة، شوي ومنخلص. صديقة استني رح نخلص. أستاذ أنت منيح؟ مصطفى خلينا نروح ونبعث له الحكيم. سنبولة سنبولة، الله يقطع لساناتكن، ما كان ناقصني غير وحدة مثلك. لهلأ ما كنتوا تعرفوا شلون بينقال اسمي؟ أنا سنبول آغا. احكي شو بدك؟ روح شوف الأستاذ، مدري شو صار له فجأة. ايه شو صار له؟ هو عم يسعل، تعبان كتير. رح روح فورا، انتو لا تهتموا. دخيلك يا ربي. صرتي منيحة كتير ما شاء الله. رح صير احسن اذا اجتني رسالة مولاي السلطان. لا تاكلي هم، بتكون رسالة السلطان على الطريق. بلكي وصلني رده وخبتا ناهي الدوران. هيام خانو، مستحيل السلطانة تعمل هيك شي، طمني. مبروك إن شاء الله. ما زبطت معك، مو كان على أساس بدك تجيبي لنا ولد حلو؟
اليوم طول الدرس وهو عم يسال فجأة واقع على الأرض. شو قصدك واقع على الأرض يعني ده؟ سلطانة، أنا رحت لعند سنبولة وخبرته. أنا قريباً رح جبله ولد. أنا غير صبيان ما رح جبله. أنا البنات ما بحبهم. مو أنت قلتي هالكلام؟ الحكيمة عم تستنانا هلأ، يلا. صحيح قلت ورح جيب له للسلطان ولاد كتير لسه، بس انتي ما رح تقدري تجيبي له ولا حتى بنت. لأنه ما عاد بده يلمسك. شو مسكينة راحت عليكي؟ بذكرك بكرة بس يجي يا هويان، أنا رح خليكي تندمي. لنشوف. عن إذنك يا سلطانة. ست فريال امشي. طمني يا حكيم شو في؟ ما فيني اقول لك اي شيء هلا، لازم ناخده عند كبير الحكمة وبس يشوفه هو بيقرر. يلا لكان بسرعه، خلينا ناخده دغري. يلا. لا لا لا، ما بدي اروح على اي مكان، خدوني على البيت، امي بتهتم فيني، بكون اخد برد بس ادفى برتاح. عم تخطر لي افكار سودا يا دره، والله حاسه هالمرضى ما انا علامه خير ابدا. الله يستر يا مولاتي السلطانه، لسه ما مر على خطبتهم الا شهور. تعال سنبل. مولاتي. طمني شو وضع سهرنا؟ فحصوا الحكيم وقال لازم يروح عند كبير الحكمة، بس الأستاذ محمد الشلبي رفض، لهيك بعتناه على البيت لحتى يرتاح. بيكون شوية برد، لا تخافي مولاتي، بيكون نايم ومو متغطي. ماشي طمنتني. معقول الواحد يغط على قلبه من شوية برد يا درة؟ والله الحكيم أدرى يا مولاتي. ماشي، جيبوا أستاذ جديد لمصطفى مشان ما يقصر بدروسه، بعدين منشوف شو رح نعمل. أنا كتير قلقانة من ناهي الدوران. مو ملاحظة أنها كتير قويانة؟ كيف ما تحركت بلاقيها قدامي. شو بدي ساوي؟ انتي لا تردي عليها، اعتبريها مو موجودة. حتى البنات يلي بالحرم لك حاسة كلهم صاروا يكرهوني. ليش انتي ما بتكرهيهم؟ قليلي انتي مين بتحبي؟ شفتي؟ ولا حدا، ما بتحبي حدا. اعملي خير بتلاقي خير، لاطفي البنات، انتي فيكي تعملي هالشي، اعطيهم اكراميات وجيبي لهم هدايا. هلا معقول الهدايا تخليهم يحبوني؟ ليش ناهي الدوران بتعطيهم هدايا؟ ايه ناهي الدوران بتعطيهم على طول، لهيك كتير بحبوها. وما تنسي انه هي سلطانة. انا كمان سلطانة. انا ناوي اصير سلطانة السلطانات. مو هالقصر بس أو الحرم لك، لا سلطاني على كل العالم.
حطيت نقطتين من الدواء يا مولاتي. حاسة هالدواء ما عم ينفعني أبدا. إذا بدك ممكن أعمل لك تدليك لراسك، بيريح كتير بتسترخي. جربي. أنت ذكية يا صادقة، أوعك يا بنتي تكوني عم تهملي دروسك. عم روح بوقت الفراغ. وطي إيدك لتحت شوي على مستوى رقبتي. آه تمام، هون الوجع. سلطاني خير؟ عم يوجعك شي؟ ايه والله يا خديجة، راسي ورقبتي عم يوجعوني. فوتوا عدوا، ليش واقفين؟ بكفي يا صادقة، خلص فيك تروحي هلأ. سمعت اليوم انه محمد الشلبي ما منيح وضعه. كمان مصطفى عم بيقول هيك. لا تخافوا، ما في شي مهم، قال شوية برد. لا تقلقي، بكرة بيطيب. بس ما يكون مرض خطير. لا سمح الله، لساته شب، كل يومين وبيرجع مثل الغزال. ما يكون هذا المرض اللي معه بيعدي يقوم يعدي لي مصطفى كمان؟ إن شاء الله ما يكون في شي. ليش هيك أنتوا عم تحكوا؟ صحيح أن السلطان سليمان نجا من الموت، لكنني هنا أسكن في قلب القصر، في أقرب مكان للسلطان وعائلته، وأنتظر عودته. شو قاعد عم تصمم سفينة جديدة؟ ليش الحشرية؟ وقت اللي عم تكتب رسالة عم اسألك أنا لمين؟ وليش هيك عصبت؟ أنا عم بمزح معك. أنا ما عصبت. لا 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 عصبت. مين عم ترسم؟ فيكتوريا ما؟ حزرت. خلص حزرت. إيه فيكتوريا. من وقت طويل كتير ما شفتها وخايف انساها. احيانا بحاول اني اتذكر وشها بس ذاكرتي ما عم بتساعدني. قلت لي ذاكرتك ما عم تساعدك. ما شاء الله كأنها هي. ما عم بتذكر طولها. هل قد شي؟ لا لا هل قد. ناعمة مثل العصفورة ما هيك؟ ناعمة تمشي مثل الغزلان وبتهب مثل الريح، حنونة مثل الوردة، ولما بتحكي قلبك البارد بيدفى. عم تحكي عنها وتوصفها كأنك بتعرفها أكتر مني.
أكيد هيام خانوا مغامرتك بالذهب، شايف ما عم تتركيها أبداً، رايحة جاي لعندها. لا ذهب ولا شيء، منين جبت هالحكي؟ أنا عم قوم بشغلي، تعرف مو أنا يلي برتشى. تاني مرة انتبه شو عم تحكي. هلأ زعلتي؟ أنا عم بحكي مشانك لأنه هيام خانوا بتجيب وجع الراس. شوفي فهمت، بسلمها للسنيوريا اللي بالمينا، روحي انت. والله مو عاجبني وضعهم يا فريال. محمود آغا، صادقة وقفي. ست فريال شوفي خير إن شاء الله. ولا كلمة، امشي قدامي وبتعرفي شو بدي. تعا تعا شو هالورقة هاي؟ والله ما بعرف شو فيها لأني ما فتحتها. ما بتعرف شو فيها؟ وليش هيك يا محمود متلبك ومو على بعضك؟ الجارية أحرجتني، قالت لي روح كب هاي بالبحر. نادرة ندر يا حرام، وطلبت ساعدة. لكان قلت لي ندر. والله هيك قالت لي. تعا تعا تعا، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. ولا شو لحد تتعذبك على البحر مرة تانية؟ اصحك تساوي هيك، بتضلك بعيد ولا تتعاطى مع حدا، وإلا بتندم. ها روح شوف شغلك يلا. والله هو اللي وقفني يا خانو. ست فريال شو اللي عملته؟ لا تتدخلي بالموضوع عايشة. اسمعي لا تكذبي علي، شفتكم بعيوني. شو كنتي عم تقولي لمحمود آغا؟ كنت جاية من المغسل ووقفني، قال لي انتي بنت حلوة كتير وانا بدي جيب لك هدية، اي شي بدك يا بتطلبي وما بتلاقي غير عندي. هيك قال لي؟ اساسا ما كان لازم توقفي معه، كنتي تركيه وروحي. اكيد هي اللي عطت طوش، لا تصدقيها ست فريال. ما حدا فيكن عم بيصدقني، حتى عايشة ضدي ودايما بتقلي كذابة. مليت، هي مو عيشة بنوب. ليكي إذا بشوفك واقفة معه مرة تانية رح شلك عيونك وكسر لك رجليك وخليكي تمشي على إيديكي. شو هادي اللي على إيديكي؟ كمان كاتبة رسالة وعطت إياها؟ مو مزبوط، رحت اليوم أخذ ابن السلطان من الدرس، الأستاذ غمي وقع، جيت لساعده نكب الحبر على ايدي، غسلته اكثر من مره بس ضله علقان على ايدي. ماشي حمرقها هالمره. انتبهي منيح صديقه، من اليوم ما بدي اي غلط. يا روح الماما يا محمد، اشتقت لأبوك وأنا اشتقت له. إن شاء الله عن قريب رح يرجع لنا سالم غانم يا حبيبي. أبوك السلطان سليمان أعظم شخص بالعالم وأنت لازم تكون مثله. يا بنات قربوا كلكن لعندي. خير يا ست فريال؟
ليش هالصناديق هي؟ هالصناديق فيها هدايا حلوة وفيكن تاخدوا أي شي بيعجبكن. من عند مين؟ من عندي أنا. هدية مني. مبروكين عليكن. يلا افتحوا الصناديق. دستور فخامة السلطان سليمان المعظم. ست الكل، نشكر الله انك بخير. الحمد لله اللي رجعت لنا بالسلامة ورفعت راسنا وراس دولتنا العلية يا بطل. والله بالأول وصلتنا أخبار سيئة خلتنا نموت من الخوف. صحيح نحن مرينا بظروف صعبة بس تجاوزناها. دعائكم هو اللي حمانا. وبعدين تعرضت لمحاولة اغتيال بس إبراهيم حماني وإجت الضربة فيه. بس لا تخافوا علي، هلأ وضعه منيح كتير. الله يرضى عليه ويوفقه. خديجة، نشكر الله رجوعك بالسلامة. مصطفى، روح قلبي كبران كتير وطولان ما شاء الله. وانت كمان طولان وكبران يا سلطان. بغيابك هيام ولدت، قلت بخبرك اذا لسه ما عرفت. وجابت صبي ما هيك؟ ما جابت صبي، هي جابت بنت. صار عندي اخت حلوة كتير كتير. هي إلك. وهي إلك. وهي إلك. هاللون بيلبق لك. عيشة تعي، هاد حيكون إلك. بالله ليش عم توزعي هدايا؟ السلطان سليمان راجع اليوم والحمد لله الله حماه، لهيك مبسوطة كتير وحبيت شارككم فرحتي. وهيك فجأة صرتي ملاك؟ أنا حابة صالحكم. وبدي أكون صديقة لإلكم. خلص بكفي خناق. أنتوا إخواتي وأنا بحبكم كتير. والمسا رح نعمل حفلة. موسيقى وغنى ورقص كمان. هيام خانو؟ السلطان سليمان وصل وهلأ هو عند السلطان الأم. عن جد عم تحكي؟ قالوا لي للمسا ليجي. لتكوني عم تمزحي؟ معقول السلطان بالقصر؟ من شوي وصل يا خانم. يعني أنت مستحيل تصدقي لحتى تشوفيه بعينك؟
سليمان. سلطاني بترجاك تسامحني، ما جبت لك صبي، جبت بنت خجلانة منك، ما وفيت بوعدي. لو تعرف قديش زعلنا وانقهرنا وقت يلي وصلنا الخبر. قالوا لنا سفينة السلطان غرقت بالبحر. تعرف كل يلي هون بيحبوه وبيحترموه للسلطان، خفنا عليكم كتير. الله قدر ولطف، هيام خانهم ولدت وجابت لهم بنت، كانت متأملة تجيب صبي بس الله طعمها عروس حلوة. سلطانة خديجة كيفة؟ منيحة بس إلها كم يوم زعلانة شوي. ليش؟ لأنه محمد الشلبي مرض، وقع بالدرس وأغمى عليه وأخذ استراحة، صار له كم يوم ما إجا على القصر. جبنا أستاذ جديد للأمير مصطفى. مرضان كتير؟ قالوا لنا أخذ شوية برد، بس مو معقول البرد يخلي الواحد يغمى ويوقع بأرضه. بتمنى ما يكون المرض خطير. مولاي بترجاك سامحني، أنا بوعدك إنه جب لك صبي. وقفي يا ويام، أنا مو قدراني أطلع بوشك من خجلي منك. وقفي واسمعي الكلمة. سلطان حياتي، لو بتعرف شو اشتقت لك، اشتقت لك كتير. عيوني سحرت بجمالك الفتان، ودموعي على فراقك سالت، وحفرت على خدي الوديان. لم أجد غير الصخر أشكو له الأشجان، فضحك الصوان وقال آه من هذا العاشق الولهان. شو حلو، لمين هالشعر؟ أنت كتبته ما هيك؟ لا، مو شعري هذا لأبي، هذا شعر السلطان سليم، كتبه لست الكل السلطانة حفصة. يا الله شو كان يحبها، والسلطانة بتستاهل. مريم، ست الكل اختارت لها اسم حلو كتير. ان شاء الله تشوفي ايام حلوة يا بنتي، تشبهك كتير، رح تطلع السلطانة مريم ذكية وحلوة مثل امها. يعني أنت حبيتها؟ كيف ما بدي حبها؟ البنت والصبي عندي مثل بعضهم، هي من روحي ومن دمي كمان، وراح تكون مثلها مثل مصطفى ومحمد. Thank you.
مولاي رايح؟ خليكي شوي، أنا كتير مشتاقت لك. مشغول كتير اليوم. حضرة إبراهيم باشا على الباب جاي ليطمن. قولي له يتفضل. أمي كيف طالع شكلي؟ ابني مبين فايق من النوم، بس انتبه اصحك تسعه لقدامه. سلامتك استاذ محمد. لا 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 تزعج حالك، خليك مرتاح. اهلا وسهلا، تفضل. تسلمي. انا بعتذر، كان من واجبي هني فخامة السلطان برجعته بالسلامه، بس المرض ما هلا المهم صحتك ان شاء الله تكون ازمه ومريت. إذا احتجتوا أي شيء أنا جاهز لخدمتكم. كل شوية برد إن شاء الله بيتحسن، يومين ثلاثة وبيرجع على شغله إن شاء الله. راح أعود لابن السلطان مصطفى كل الدروس اللي راحت عليه بقى. ما في مشكلة أبدا، اللي بيهمنا هلأ تقوم بالسلامة. نحن بلشنا نجهز مشان عرسه. بعد رجعت مولاي السلطان صار فينا نعمل العرس، لو سمحت سلم لي على مولاي. طبعا طبعا راح نساوي العرس، واكيد بيوصل سلامك، ديري بالك عليه. معافى ان شاء الله. ولفت خانم، لازم شوف السلطانة خديجة، موضوع مهم. الليلة خليها تجي على نفس المكان. السلطانة الأم عندها، الموضوع ما بيتأجل. ولفت خانم، لبكرة منكون كتير تأخرنا. الليلة مو بكرة. الوزير الأول بيري باشا مولاي. خليه يتفضل. أنا تحت أمرك يا مولاي السلطان. ليش تأخرت يا باشا؟ اجتماع الديوان طول شوي مولاي، كانت المواضيع اليوم كتيرة. ما بدي حدا يقاطعنا حتى لو كان إبراهيم. تفضل اقعد يا باشا، في موضوع مهم لازم نناقشه انا وياك، خاص فينا. أنا أقبع في مكان بين الجنة والجحيم يسمونه البرزخ. سأخرج من هذا البرزخ فقط عندما أرى وجهك. عندما أرى وجهك تتفتح حدائق الجنة أمامي، ولكن عندما تغيبين تهيم روحي فوق الجحيم وأتعذب. بت أخاف قدري. Thank you.
ما بيجوز. ألفت أنا هلأ ست مخطوبة، مو صح أني شوفه. هو مصر كتير، حتى لبكرة ما فيه يستنى. يا ريتك كنتي شفتي قدي كان ملبك. ألفت أنا ما بقدر. مزبوط مشتاقت له، بس بخاف إذا شفته ما سيطر على حالي. بلكي الموضوع مهم عن جد، ساعتها رح تندمي كتير. مفكرة حالها سلطانة، شوفيها كيف بدها تطير من الفرح. نحن شو بدنا فيها؟ خلينا بحالنا، ملالنا المشاكل. شو صدقتوها؟ قال بدها تصالحكم. هلأ هي وشها وش وحدة بدها تصالح؟ كوثر، أنا داخل كتير ومليت، فيني ساوي شي مولاتي؟ عم قول رح روح لعند السلطان الأم لشوفها. خلينا ننادي خديجة، بدي ورجيها القماش الجديد يلي إجانا. صادقة روحي ناديلا. أعطيني هاي البقجة اللي فوق. مولاتي أنا ساويت اللي قلتي لي علي، وصيت يجيبوا لنا قماش الحرير من بورصة، بس قماش الحرير الأخضر اللي عجبها للسلطانة قال بده أسبوعين ليوصل. مولاتي بتريدي شي تاني مني؟ انتبهي يا درة، ما بدي أي شيء ينقصها للسلطانة خديجة. أمه لمحمد شلبي بعتت لي خبر من مبارح وقال حابة تجي لعنا بعد بكرة مشان تحكي بموعد العرس. ناوية إلا للربيع، الجو بيكون دفي وبيكون رمضان خلص. صادقة لا تروح، خليكي، أنا بروح بنادي للسلطانة خديجة. تحت أمرك يا مولاي. يا ريت تسمح لي هلا. تصبح على خير، اليوم حتنام مرتاح يا بيري باشا. وين إبراهيم؟ بغرفته مولاي، بتحب ناديله؟ لا أنا بروح لعنده. سلطانة، ما بتتخيلي قديش استنيت هاللحظة. حاسس حالي بحلم ومو حابب اصحى منه. ورح يبقى حلمه بس، لأنه مستحيل يتحقق. الأصول يا إبراهيم
أن تكون هي آخر مرة منلتقي لأني ست مخطوبة وقريبا رح أتزوج. أنتوا رجعتوا للحياة بس أنا الموت ناطرني. إبراهيم، أنا أقبع في مكان بين الجنة والجحيم يسمونه البرزخ. سأخرج من هذا البرزخ فقط عندما أرى وجهك، فتتفتح حدائق الجنة أمامي، ولكن عندما تغيبين تهيم روحي فوق الجحيم وأتعذب. بدت أخاف قدري. شو عم تساوي يا إبراهيم؟ يقول جاكسون بو عيندا سر بو sen miydin Pargalı? Hünkârım, malum hadiseyi şimdi öğrendim. Sıkıntınızın sebebini anladım. Çok haklısınız vaziyet karşısında. Şahsen ihtimal vermek istemiyorum. Ben istiyor muyum Pargalı? Bu kararı almak için çok düşündüm. Lakin bir çare bulamadım. Haremime, aşkıma katil yaftası vurmak kolay mı sanıyorsun? Layu infaz. Evlatlarımın anası Hürre. Elim bu kadarına vardı. Sizi bu ıstıraptan kurtarmak için elimden ne gelirse yapacağım hünkârım. Söz veriyorum.
Seni bekliyorum Hürrem Sultan. Neredeydin? Ne var? Yoksa bu gece mi gidiyorum sürgüne? İbrahim Paşa Sümbül Ağa'yı çağırmış, konuşmuş. Sümbül Ağa'da olup biten her şeyi anlatmış. Alakadar olacağım demiş İbrahim Paşa. Döndü mü İbrahim Paşa? Hem de ne döndü. Bir döndü, pir döndü. Damat oluyor, Hatice Sultan'la evleniyor. Hatice Sultan nişanlı nasıl oldu bu? Nasıl olacak Hürrem Sultan? Hünkârımız bozdum derse bozulur o nişan. Eyvah. İbrahim Paşa damat da olursa ben ölene kadar sürgünde kalırım. Yok, olmaz canım. Hünkârımız bırakmaz seni. Ah, benim akılsız kafa. Tabii ya. Hürrem dur, nereye? Sadık ha?